هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. مشاهدي موقع لوسي تي في اجدد بكم ترحاب في حلقه جديده من برنامجكم بطوله برو باي كوتي سبور. في حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام غنتكلموا على الجوله الاخيره من البطوله الوطنيه الاحترافيه، وللحديث على هذه المواضيع غادي يرافقني في هذه الحلقه الصحفي الشاب عمر شريبي. سي عمر مرحبا بك في حلقه اليوم. مرحبا ايوب ومرحبا بالمشاهدين ديال برنامج بطوله برو. سي عمر، البطوله الوطنيه حافظت على التشويق ديال اخر دورات. اولا قبل ما نتكلموا على مغادره نهضه الزمامره والمغرب التطواني، تقييمك للبطوله الوطنيه هذا الموسم؟ مستوى فني كان جيد. بطولة الوطنية لم تبوح بجميع أسرارها حتى الدورة الأخيرة. شفنا تشويق على مستوى أسفل الترتيب حتى الدورة الأخيرة. شفنا أيضا فريق الوداد الرياضي اللي بسط السيطرة دياله على مجريات التباري في هذا الموسم واستطاع أنه يتوج عن جدارة واستحقاق اللقب. أيضا كانت هناك مفاجآت و الهبوط المفاجئ ديال فريق المغرب التطواني للدرجة الثانية اللي خلق واحد الرجة داخل المنظومة الكروية المغربية. كنعرفوا الرمزية ديال هذا الفريق عالائين. ايضا شفنا مستوى تهديفي متميز، ايوب الكعبي وبين مالونغو وسفيان الرحيمي لاعبين اللي سجلوا اهداف كثيرة، وكان معدل تهديفي اللي هو محترم. الملاحظات انه التشويق كان حاضر، الفرجه كانت حاضره، يمكن حتى عامل ديال المباريات اللي تلعبات في الليل كان عندها وقع ايجابي على المردود. شفنا في مباريات الرمضانيه كانت مباريات متميزه وكان طبخ كروي متميز. الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصه هو الحضور الجماهيري بسبب الترفيه الوبائي. نتمنوا الموسم المقبل تنفرج الامور وتعود الجمهور الى الميادين. رجاء الوداد حزوا اماكن في دوري ابطال افريقيا، ولكن الملفت للنظر عوده فريق جيش الملكي رفقه الاطار الوطني البلجيكي. نعم، هو اكيد انه علامه مميزه لهذا الموسم وعوده فريق جيش الملكي الى مكانه الطبيعي، لان دائما فريق جيش الملكي كان كينافس قطبي فريق البيضاء الرجاء والوداد. شفنا السنوات الاخيره ان هذا تبركان هي اللي كانت كتنافس بقوه. اليوم كنشوفوا الجيش كاين الموسم في المركز الثالث، كان يمكن بامكانه ينافس حتى الدوره الاخيره مع الرجاء على المركز الثالث، على المركز الثاني المؤهل لدوري ابطال افريقيا. لكن الخبره ديال فريق الرجاء خلاته يحسم هذا الصراع قبل الجوله الاخيره. ما كان طبيعي الرجاء والوداد انهم يلعبوا دوري ابطال افريقيا، الشيء اللي مابقاش غريب على هاد الناديين. يمكن المنطق احتوري مع المستوى قمه الترتيب. نتمنوا الموسم المقبل فريق الرجاء والوداد يمشيوا لابعد نقطه في مسابقه افريقيه دوري ابطال افريقيا، ونشوف فريق الجيش الملكي ايضا ينافس بقوه على مسابقه كاس الكونفدراليه. كنشوفوا الفريقين اللي طلعوا السنه الماضيه شباب محمديه ومغرب فاسي يمكنوا من الحفاظ على المكانه ديالهم ضمن الانديه الوطنيه في القسم الوطني الاول، كيفاش الاداء ديالهم هذا الموسم؟ وهو بصعوبه فريق شباب محمديه، يمكن الديكليك اللي كان في اخر الموسم هو استقدام المدرب محمد فاخر بالتجربه ديالو اللي عارف لكن انا كنت كنتظر فريق شباب محمديه بالتصريحات ديال الرئيس ديالو هشام عثمان قبل الموسم بالانتدابات اللي قام بها، كنا كنتظروا انه يكون في مركز افضل ويلعب بالمال على البوديوم. انا شخصيا كنت متفائل بان فريق شباب محمد قادر انه ينافس، لكن مع يمكن قله التجربه في الصفوايه اللي خلات ان فريق شباب محمد النتائج ديالو تراجع وبقى كينافس على الباقة حتى الجولات الاخيره. ايضا المغرب الفاسي كان عنده مستوى متذبذب هذا الموسم، لكن كيبقى حافظ على الاستقرار ديالو على المستوى التركيبة البشرية. شفنا قدم مباريات جيدة، لاعبين اللي بلاو بلاء الحسن هذا الموسم، وهنا كنذكر علاء الدين أشراي محمد الفقيه، لاعبين اللي تألقوا هذا الموسم. نتمنى نشوفوا فريق المغرب الفاسي، لان مدينة بحجم مدينة فاس مركب الكبير مدينة فاس كيستحق فريق اللي يكون ينافس على ادوار طالعية في البطولة. بالكلام على المغرب التطواني، كيف ما قلتي محزن عمر ان المغرب التطواني غادر قسم الوطني الاول، خاصه كنعرفوا ان المغرب التطواني لعب كاس العالم للانديه توج باول بطوله احترافيه.
كيفاش شي المغادره ديالها؟ مؤسف صراحه، شي مؤسف ما تعيشوا مدينه تطوان، مدينه جميله، ناسها طيبين، عندهم عشق كبير كرة القدم، متشبعين الثقافه ديال كره القدم اسبانيا. فريق المغرب تطواني لا يستحق انه يهبط للقسم الثاني، ولكن بلا جيتي تشوف المردود ديال الموسم وتحصيل حاصل، لا على مستوى التسييري لا على مستوى تغيير المدربين، ما كاينش واحد التصور واضح داخل منظومه الفريق. يمكن حتى الارث اللي خلات عائله ابرون بعد المغادره ديالها ما استطاعش انه فريق المغرب تطواني يحافظ على داك السخام اللي كان، يعني كنعرفوا الدور اللي كان كيلعبوا عبد الملك ابرون ولا ابن ديالو اشرف ابرون في التسيير داخل فريق المغرب تطواني. حتى السلطات المحليه تساءل في مدينه تطوان لماذا هاد التهميش للفريق اللي كيمثل المدينه. المنطقه الشماليه كانت كتزخر بواحد الكلاسيكو بين تطوان وطنجه، للاسف اليوم محزن لانه كنعرفوا مدينه تطوان بالاشغال اللي عندها، بالبنيه التحتيه اللي عندها، مركز التكوين اللي عندها، كيستحق انه الفريق الاول يكون في مكانه متقدمه، هو اللي توج باللقب اول مستوى الاحتراف، لعب كاس العالم انديه قبل البلاء حسن، كان دائما كيقارع الفرق الكبرى في البطوله، لكن هذا الموسم ضريبه كره القدم هي هذه، ضروري عندك فريقين كيهبطوا. حتى فريق نهضه اتلتيك الزمامره فهو قبل البلاء الحسن هذا الموسم رغم قله الامكانيات، ولكن حتى هو كان نيت قوي. للاسف هذه كيف ما قلت لك ضريبه، خاص ضروري فريقين كيهبطوا وفريقين كيطلعوا. نتمنوا الحظ السعيد وحتى التوفيق للفريق المغرب تطواني من اجل العوده في اسرع وقت ممكن لما كانت طابعه. نهضه الزمامره بصم على نتائج جيده في المباريات الاخيره، ولكن ما شفعش شيء امر انه يحافظ على المكانه ديالو القسم الوطني الاول. نهضه الزمامره يمكن هذه تجربه كتستافد منها فريق صعيد حديثا، شاف اكتشاف اجواء الدوري الدرجه الاولى، شاف انه خاص عمل يكون عمل كبير باش انك تحافظ على مكانتك قدام الكبار. اليوم الدوري المغربي بشهاده الجميع يعتبر من افضل الدوريات العربيه، يعني انه انك تكون بين 16 فريق في قسم الصفوه فماشي هو شيء سهل، يعني خاصك التركيبه البشريه تكون متجانسه. هذا الشيء لا ينقص من الامكانيات اللي كيتوفر على الفريق، لاعبين اللي هما شباب مزيج من الخبره، كاين واحد الطاقات في سميتو. نتمنى من الناس ديال السمامره اللي اليوم ما يمكن انهم يستافدوا، استافدوا انهم خذوا تجربه، استافدوا انهم عندهم اليوم ملعب بعشب طبيعي، عندهم اليوم مدينه كتفتخر ان عندها فريق بحال نهضه اتلتيك السمامره. نتمنوا انه المسؤولين على الفريق العام الجاي يخدموا، وكنعرفوا رئيس النادي ديال نهضه اتلتيك السمامره فهو ايضا مسؤول جامعي وفي العصبه الاحترافيه، يعني انه قادر انه يرجع الفريق الموسم المقبل، هو ايضا قادر انه ينافس باش يرجع لمكانته في قسم الصفوه. فؤاد صحابي وسريع وتزم تمكن من الحفاظ على المكانه ديالو ضمن القسم الوطني الاول سي عمر، كما كنعرفون فؤاد الصحابي على ما اظن انه شد الفريق وعنده 100 نقطه. نعم الصحابي يمكن سد الافواه، يمكن نقولوا انسحى التعباس الافواه ديال المنتقدين والمشككين في قطره هذا الرجل، كيبقى مدرب كفاءه عاليه على المستوى الوطني، كيشد الفروق في واحد الطرفيه اللي كتكون صعيبه، هي امتحان نجح فيه فؤاد الصحابي كما قلت شي شد الفريق في واحد الوضع اللي هو لا يحسد عليه، تمكن انه الكل كان كيقول ان فريق سريع واتزم هو غيكون اول مودعين، لكن شفنا وانا تابعت مباريات الفريق اخيرا، شفنا الفريق الجرينتا اللي كانت عنده انتصر في الدقائق الاخيره، شفنا كيفاش رجع في المباراه الاخيره امام سريع واتزم بلاعبين اللي مجربين. كنقول لك ابراهيم بحري راه لعب في الدوري الفرنسي، لعب في فرق عديده في مستوى البطوله، لاعبين اللي عند سريع واتزم اللي كيمسجوا بين التجربه، وهذا هو ديك التجربه هي اللي خلات انه الفريق يبقى يحافظ على المكانه ديالو. يوسف برشيد والفتح الرباطي حافظ على المكانه ديالهم حتى اخر دوره، خاصه الفتح الرباطي اللي كيلعب لاعبين شباب هذا الموسم. هذا سي عمر فريق الفتح الرباطي اعتقد انه يكون ظاهره ديال الموسم المقبل، لا حافظ على التركيبه البشريه اللي كيتوفر عليها، سمعنا انه عنده لاعبين اللي مطلوبين ماشي على مستوى الخليج، وان الانديه الاوروبيه كتطلب الود ديالهم،
عنده لاعبين شباب، كان من المنتظر انه النتائج ما تكونش ايجابيه بشكل كبير، لانه لاعبين مازال يلاه كيكتشفوا اجواء ديال البطوله، مازال خاصهم شويه ديال الاحتكاك في المستوى العالي. ايضا الاداره التقنيه الباقي الفريق الفتح الرباطي ما استقرش على واحد المدرب، فقط المدرب اللي كيشتغل في مدرسه التكوين ديال النادي هو اللي شاد زمام الامور في الفريق. اول الكل في المغرب يشهد الاداره الفريق الفتح الرباطي اداره مثاليه، استقرار كبير على المستوى الاداري والتسييري، اكيد غيعطيك واحد الفريق اللي هو نتمنوا نشوفوا فريق تنافسي كيف ما كان عليه الحال مع المدرب وليد الركراكي. يوسفيه برشيد، يوسفيه برشيد الحاجه الوحيده اللي نقدر نعيب على يوسفيه برشيد هو داك هو رئيس النادي، رئيس النادي نور الدين البيضي، يمكن الموقع ديالو ولا المكانه ديالو ما كتسمحش ليه انه يوقع في واحد الانزلاقات اللي شفناهم في المباريات الاخيره، اللي هي ايضا كتاثر وكتنعكس سلبا على مستوى ديال الملعب. فاش كتشوف رئيس ديال النادي كيتصرف بتصرفات اللي هي يشتكي منها كل من زار مدينه برشيد وكل من فريق واجه فريق اليوسفيه، يمكن غيرته على الفريق ديالو هو ابن المنطقه وكان مع الفريق منذ البدايات ديالو في اقسام السفلى. يوسفيه برشيد كنتمنى انه يرجع المستوى اللي شفنا عليه الموسم الماضي. قبل هذا الموسم كان فريق يوسفيه برشيد كان عنده تركيبه جميله وكان كيلعب كره قدم حديثه، نتمنوا يرجع لذاك المستوى اللي كان عليه مع المدرب صديقي. فريق مدينه كبرشيد ايضا خاصه فريق يوسفيه يكون في قيمه التطلعات ديال جماهير النادي. النقطه الاخيره سي عمر، فريق الرجاء الرياضي، فريق الرجاء الرياضي عنده مجموعه من المشاكل، تحديد موعد الشمال العام، رحيل مالونغو رغم ان المكتب مسير فريق الرجاء البيضاوي كيخرج بلاغ تكذيبي، كيفاش كتشوف الوضعيه ديال فريق الرجاء الرياضي؟ كان منتظر لانه اللي كيعرف خبايا الامور واليوم حتى حاجه ما بقاش كتخفى. كان منتظر رحيل ديال بين مالونغو، ولا قدر الله في الايام المقبله اعلان عن رحيل ديال سفيان رحيمي، لانه الرجاء اليوم خاصها عاجلا توفر واحد السيوله ماديه كتوصل لأربعة الملايير السنتيم، والحل في غياب إبداع على مستوى السياسة. فاش كيكون مسيري ما عندوش فكر إبداعي، ما عندوش فكر ديال ضخ موارد، ما فكيلجأ إلى بيع الركائز. هذا كيكون أسهل طريقة باش أنك توفر الفلوس في الظرفية الحالية وأنك تبيع نجوم الفريق. مستقبل غامض جدا، يمكن هذه الإدارة الحالية هي إدارة مؤقتة تبني مستقبل الفريق على واحد الاستحقاق اللي هو قادم، اللي هو نهائي البطولة العربية اللي يقدر فريق الرجاء ينتصر فيه وكيف ما يقدر ينهزم، لأن كتبقى مباراة كرة القدم. لكن الإدارة الحالية أرشأت أنها تربط المصير ديال النادي بهذيك المباراة، وحتى بعد نهاية ديك المباراة عاد يكون الجمال عام، حينها غادي يكون الميركاتو انتهى واللاعبين اللي تباع راه تباع واللي تشرى راه تشرى. اليوم كنشوفوا بداو اللاعبين كيوقعوا كشوفات ديال الانديه، شفنا الرحيل ديال بوفتيني للخليج، شفنا ايضا اوبيلا اللي وقع هذا تبركان، يعني اجود العناصر الان بدات الانديه كتحرك باش انها توقع عليها، في حين الرجاء كنسمعوا غير فقط مغادره اللاعبين، مستقبل غامض ديال انس الزنيتي اللي باقي ما جددش العقد. كاين واحد النقاط استفهام ديال حول المستقبل ديال الرجاء، نتمنوا نشوفوا الرجاء في احسن صوره، لان الرجاء كتمثل كرة القدم الوطنية في نهائي السوبر أمام الأهلي، وغادي تلعب عاوتاني عصبة الأبطال الموسم المقبل. ما كنتمناوش أنه تكرر السيناريو ديال هذا الموسم ونشوفوا الرجاء عاوتاني لا قدر الله يخرج من الدور التمهيدي. شكرا لك أخ عمر، شكرا لك على التوضيحات. شكرا أيوب، وشكرا للمشاهدين ديال برنامج البطولة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة ديالنا، كنتمناو تكون نالت الإعجاب ديالكم، وكنضرب لكم موعد في حلقة قادمة إن شاء الله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.